بمناسبة ان احنا قاعدين في حديقة نقابة الفنانين التشكيليين، عايزين حضرتك تتكلمين عن ما قالت اليه التعديلات التشريعية اللي حضرتك قدمتيها في المعاشات او من الجهة المالية. يعني طبعا احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا ان المعاشات بتاعة النقابة معاشات ضئيلة جدا، لان النقابة ليست لها موارد تعتمد في معاشاتها على اشتراكات الأعضاء، ولا يوجد نقابة تقدر تدي تعمل حماية اجتماعية باشتراكات. فإحنا خطبنا فخامة رئيس الجمهورية وهو سمع ندانا وتوجه مشكورا بمخاطبة معالي الوزيرة نيفين القباج، وهي معاليها شكلت لجنة رفيعة المستوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية وكثير من الوزراء والمستشارين، ودرسنا على مدى 7 شهور تعديل مادة الموارد في اللائحة، وطبعا كانت لا تتوافق مع العصر الحالي لأن الفجوة رهيبة. يعني ما بين سنة 76 وحد النهاردة بيتكلم في اللايحة على 20 قرش وعلى 50 قرش وعلى جنيه بالنسبة للموارد فده طبعا عامل فجوة ما تقدرش تقيس بده النهاردة، لابد من تعديل تشريعي. فهم اقترحوا على فخامة الرئيس ان هم ممكن يسندوا الصندوق بتاعنا، لكن فخامة الرئيس قال لابد من تعديل تشريعي لاستمرار واستدامة الموارد. وفخامة الرئيس قال ان المعاش يجب الا يقل عن 900 جنيه علشان ده تكريم للفنان التشكيلي ولا يقل عن ذلك. يعني هيبدأ امتى تنفيذه؟ هو فورا اللجنة اجتمعت، يعني مجلس الوزراء وافق 1-9 حولها على مجلس النواب. مجلس النواب التقى بينا الشهر اللي فات، وفي جلسة يوم الثلاثاء اللي جاي كمان، وإن شاء الله قريبا جدا في انتظار الجلسة العامة للتصويت على مشروع تعديل الموارد المالية وإقراره لنحصل نبدأ فورا في تطبيق القانون وجمع ما تستحقه النقابة من قديماً.